التشكيل الأنسب من وجهة نظرك اللي يبدأ بيه الكابتن حسام حسن في أولى مبارياته الرسمية مع منتخب مصر؟ احنا قلنا مصطفى شوبير، وجهة نظري برضو مصطفى شوبير. دي وجهة انت لسه نظري. مكمل من الاسبوع اللي فات. اوكي، لا لان انا ما بغيرش كلام يا امير، انا فاهم، لان خد بالك برضو المشاهد عارف ومتابع. فانا ما بغيرش كلامي لان هو اللي رجله في الملعب دلوقتي وهو المتألق. تمام، طبعا ده ما يقولش ان الشناوي مش اكيد، نمره، لا نمره واحد، بس احنا بنتكلم عشان هو بقاله فتره بعيد. اكيد. محمد عبد المنعم، ماشي، رامي ربيعه، ربيع، تمام. باك رايت لو بتكلمنا انا ممكن تحط اكرم، مش هاني؟ يعني هاني الفترة الأخيرة برضو مش في مستواه، وأكرم فترة كده بيلعب نص ملعب. بيلعب نص ملعب بس خلاص، هو خده برضو أكيد باك رايت لأنه ما هو مش واخد حد غيره، فاهمني؟ تمام، فعلى حسب طريقة اللعب بتاع الكابتن حسام. حلو، ماشي. ناحية الشمال بقى محمد فتوح مصاب؟ فتوح لو سليم، مصاب؟ لا بس هو المفروض في جاهزية في فنية، محاولة، في محاولة إنه يلحق. يعني كمان واخد واحد مصاب واحد محمد موقوف، حمدي موقوف. ما أنا بقول لك هو واحد مصاب واحد موقوف. في الحالة دي تعمل إيه بقى؟ ممكن يفكر يلعب بيكهام، يا بيكهام يا اما اكرم، برضو حاجه من الاثنين. ما انت اكرم ده جوكر في النواحي الدفاعيه، ممكن هيأدي دور برضو. معين، خد بالك، لان في لعيبه في الملعب بتأدي دور واحد بس اللي هو اصلا يعني بيميزه. اكرم يعني دفاعيا هيشتغل كويس، بيكهام ممكن ياخد منه حاجه معينه لان بيكهام اعتقد لعب باك ليفت لعب تمام. عندك في نص الملعب بقى انا مش عارف هل هو يلعب بتفندر يعني بستة وتمانيتين، ولا هيلعب بستتين وعشرة. اعتقد ان هو هيلعب الانسب بمروان، ايه من مروان 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 عطية، ها، امام عاشور، امام، حمدي فتحي، وحمدي. رغم ان حمدي برضو هو بيلعب في الحتة بتاعت امام يعني شمال، فما هل حمدي يعرف يلعب في حتة يعني يمين؟ طب حمدي او مين يعني في رأيك؟ مفيش غير زيزو. زيزو، بس انت 100 مره قلت الكلام ان زيزو انا بكلمك على الموجود. انا فاهم المتاح، انا بكلمك على المتاح. أوكي، يعني أوكي. ده افضل الحاجات اللي انا بقولها بالنسبه لوجهه نظري انا، يعني حلو. فاهم. صلاح، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، بس عندهم ما فيش عليهم خلاف طبعا. طيب كابتن شريف، خلينا اتفق، انا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان الشناوي في ديل انه هيلعب وهو اللي هيلعب، ماشي، وباكد لك تاني. مالكش دعوه بالديل، هو قال لك وجهه نظرك. ما وجهه نظري خلاص، هو انت الاسبوع اللي فات قلت وجهه نظرك ايه في الاخر؟ قال لك وجهه شوبير. لا انا قلت الشناوي يبدا هنا الماتش بتاع مصر. لا ده طبقا للمعلومه، للمعلومه ولا طبقا للديل اللي انت بتقول عليه؟ بص، طبيعي طبيعي هو مصطفى يلعب. مصطفى مش هنعيد نفس الكلام، هو مصطفى يلعب. انت رايك؟ انا رايي دلوقتي خلاص بقى مشيها الشناوي. الله، ده انت خاتم الحلقه اللي فاتت بمصطفى شوبير. اختار حاجه. طيب الناس ما بتنساش. انا عايز خلاص، اصل اللي هيلعب انا متاكد يعني ماشي الشناوي اللي هيلعب. أوكي. هيبقى قدامه اثنين استوبارين، رامي ومنعم خلاص، وهاني ناحيه اليمين. لان هاني فنش المباراه الاخيره بتاعت نهائي افريقيا، كان هايل. ماشي، هايل جدا. يبقى هاني يعني. الناحيه الشمال هيبقى فيها فتوح، لو جاهزيته 100% هو اللي هيلعب. مش هيلعب، هيبقى اعتقد بنسبه كبيره بيكهام. بيكهام لان هو لعب باك. مش كوكا؟ لا كوكا لا. ماشي. يعني حتى اخر مشاركات كوكا كانت لاعب وسط. أوكي. يعني حتى كوكا غير اكرم، اكرم يقدر يلعب باك ليفت، باك رايت، سيرد باك، وبيكهام يقدر يلعب لعب كل المراكز دي على فكره. بيكهام باك رايت وسيرد باك وباك ليفت. ماشي خلاص. أوكي. انا شايف ان بيكهام هو اللي ممكن يبقى البديل يعني. مع ان انا يعني طبعا احترمنا اختيارات كابتن حسام، بس انت مختار باكين ليفت واحد لسه مش جاهز وواحد موقوف. اوكي خلاص ماشي، فدي مشكله كبيره يعني. لاعبي وسط الملعب مروان عطيه رقم واحد، لانه من الناس اللي اجادت اخر ظهور مع كابتن حسام. أوكي. كان كويس جدا في الدوره الوديه اللي كانت موجوده في العاصمه، استاد العاصمه. كان عمل ممتاز، عمل مباراه هايله. نجم. ودايما المدير الفني بتاع المنتخب بيبص لاخر تجاوب. لقطه معاك. أوكي. في المعسكرات. يبقى مروان. ما عندنا مروان. انا احب العب ب 4 3 3 صريحه. اوكي. 6 و 2 8 2 يبقى قدام امام عاشور وزيزو. ماشي. خلاص، لان انا مش هجيب ناصر ماهر مثلا احطه في الحته دي. انا عايز الناس اللي عندها الكثافه الهجوميه وفي نفس الوقت عندهم اتزان دفاعي. تمام. امام يجيد الحاله الدفاعيه بشكل كويس جدا. زيزو يجيد الحاله الدفاعيه بشكل كويس جدا. ماشي. فيعملوا اتزان وبالانس ممتاز. يبقى انت عايز زيزو امام ووراهم مروان. بالظبط، وفوق الثلاثي اللي معلوش خلاف صلاح ومصطفى وتريزيجيه.